السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو ديال اليوم اللي غندوي على اهم مباريات ديال هذا الويكاند ديال الدوري الانجليزي الالماني الاسباني الفرنسي والايطالي، وغندوي على اهم مباريات هما ديال كاس العرب قطر فيفا قطر 2021 زائد اهم الاخبار ديال السيمانه. نبداو بالدوري الانجليزي، مباراه بين فريق ويست هام يونايتد ضد فريق تشيلسي مع الوحدانس ديال العشيه، مباراة بين فريق وول ضد فريق ليفربول ريدز مع الربعة ديال العشية، واتفورد الإنجليزي ضد فريق مان سيتي القوارب مع ستونز ديال العشية، مباراة نهار الأحد بين فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد فريق كريستال بالاس مع ثلاثة ديال العشية، مباراة مزامنة معها بين فريق توتنهام سبيرز ضد فريق نورويش سيتي تاهي مع الثلاثة ديال العشية كيف ما قلنا. للدوري الإسباني لا ليغا، مباراة بين فريق إشبيليا ضد فريق فياريال الغواصات الصفر مع جوج ديال العشية، مباراة أخرى بين فريق برشلونة الكتالوني بارسا ضد فريق ريال بيتيس مع ربعة وربع ديال العشية، أتلتيكو مدريد ضد فريق مايوركا سونس ديال العشية، ريال سوسيداد ضد ميرينغي ريال مدريد في قمة الجولة مع 9 ديال الليل. للدوري الفرنسي ليغ 1، نهار السبت مباراة بين فريق مارسي أولمبيك مارسي ضد فريق بريست مع 5 ديال العشية، مباراة بين فريق لينز ضد بي اس جي الفرنسي مع 9 ديال الليل. للدوري الإيطالي سيري أ، مباراة بين فريق الميلان ضد فريق ساليرنيتانا مع 3 ديال العشية، مباراة أخرى بين فريق روما الإيطالي ضد فريق الإنتر في قمة الجولة مع 6 ديال العشية، مباراة بين فريق نابولي نابولز ضد فريق أتلانتا مع 9:45 ديال الليل، نهار الحد مباراة بين فريق اليوفي السيدة العجوز ضد فريق جنوا مع 9:45 حتى هي. للدوري البوندسليغا الدوري الألماني، نهار السبت مباراة قمة لكاع الناس غيتفرجوا في هذا الماتش، كاع الأضواء كاينة في هذه القمة اللي هي مباراة الغريمين دورتموند ضد فريق البايرن ميونخ الوحش، مباراة بين اللاعب البولندي ليفاندوفسكي روبرت ليفاندوفسكي ضد اللاعب النرويجي هالاند. اذا ما تنساوش تفرجوا في هذا الماتش اللي يكون مع السونس ديال العشية كيف ما قلنا. والان الى كأس العرب فيفا قطر 2021، نهار السبت مباراة بين فريق المنتخب الوطني المغربي ضد فريق الأردن مع 11 ديال الصباح، مباراة بين فريق الجزائر ضد فريق لبنان مع 2 ديال العشية، مصر السودان مع 5 ديال العشية، وأخيرا السعودية ضد فريق فلسطين مع 8 ديال الليل. والآن إلى فقرة الأخبار نيوز. أسيدي رالف رانغنينغ هو المدرب الجديد لفريق الشياطين الحمر مانشستر يونايتد. بي اس جي يعلن غياب اللاعب البرازيلي نيمار بين 6 الى 8 اسابيع بسبب الاصابة. ليونيل ميسي البرغوث الارجنتيني المسمى ب جوت حاز على الكرة الذهبية السابعة في مسيرته سنة 2021. اكتبوا لي في لي كومونتير واش هو مستحق او لا مستحق ليفاندوفسكي. ما علينا، اريكسن يستأنف التمارين مع المنتخب الدنماركي لاول مره بعد الاصابه اللي عرفها كل شيء في اليورو 2021. وهكا نكون وصلنا لفان ديال هذا الفيديو. ما تنساوش تابوناو في لاشين الا كنتو جداد، لايكوا الفيديو، بارطاجيو مع اصحابكم باش كلشي توصلوا الافاده.